تابعت ازاي احتراف بعض اللعيبه المصريين في الدوري بريمير ليج زي صلاح في تشيلسي وزي شيكابالا في لشبونه في البرتغال وزي النني في بازل؟ بس معلش كده قول لي بوينتس كده، نقاط سريعه. The Embrave. اوكي، نواصو ايش دوش جادورز، نواصو مش اللاعبين دول بس هم اللي بيلعبوا برا. نيو شيكابالا سو اجوارنو اجانو سبورت، ومش شيكابالا بس اللي بيلعب في البرتغال. في اللحظه ديت في لاعبين تانيين مصريين بيلعبوا في البرتغال في الدوري الدرجه الاولى، في نادي ماديرا، في وكوكا بيلعب في دوري الدرجة الأولى برضو. في ثلاثة أو أربعة بيلعبوا في دوري الدرجة الثانية ب. صلاح راح من بازل لتشيلسي. تشيلسي فيه مجموعة من النجوم. Mas foi o treinador que o mandou contratar. بس المدرب اللي طلب انه يتعاقد معاه. Ainda esta semana passada fez uma declaração que diz que ele tem este هو عمل تصريح الاسبوع اللي فات سي ادابتار او تشيلسي ان ال هو ان محمد صلاح محتاج لغايه اخر الموسم عشان يتعود على الجو الفريق في تشيلسي، وساعتها يقدر يؤدي اكتر. ومدام قال كده مدرب يبقى معناه انه بيقدر وعارف الموهبه اللي عند اللعيب فعلا. شيكابالا بيعتمد على نفسه. شيكابالا عنده موهبه عاليه لكره قدم مصريه. هو دلوقتي في نادي كبير. من أكبر الأندية في أوروبا، هم عندهم ثلاث أندية كبار، سبورتنج واحد منهم، وقال الكلام ده في التلفزيون كذا مرة. النادي واثق فيه عشان كده عمل معاه عقد كبير. اللعيب عنده خبرة كبيرة فيعرف كل حاجة تقريبا. هو راح لنادي سبورتنج عشان يركز، ولو ركز اكتر هيبقى احسن من احسن النجوم في نادي سبورتنج ويكون من بطل قومي هناك. تمام، كان هامني قوي ان انا اعرف وجهه نظرك في التجارب دي، باعتبار ان احنا مهتمين برضو بسفرائنا زي ما قال استاذ احمد نظمي من شويه.